البنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف وعدتكم في الجروب، اليوم غنعطيكم سيروم للشعر الجاف. هذا السيروم كنحتاجو فيه الزيت ديال الزنجلان، زيت ديال الكوكو، زيت الجليسيرين، كنلقاوه في لي فارماسي. قلنا كنديرو 3 المعالق ديال الزيت ديال الزنجلان و 3 المعالق ديال زيت الكوكو ومعلقة واحدة ديال زيت الجليسيرين. هادو معالق صغار، هيا معلقة واحدة ديال الزيت ديال الجليسيرين، وكنديرو الماورد، نحاولو نديرو 3 المعالق ديال الماورد. كيف كنعرفو على ان الماورد زوين بزاف للبصيلات ديال الشعر ديالنا، وكينبت لينا الشعر وكيحاول هذيك البكتيريا اللي كتكون عندنا اللي كتسبب لينا في القشره وفي التقصف ديال الشعر، هو كيعاونو بزاف. وهذا السيروم كيف قلت لكم راه زوين بزاف للشعر اللي جاف. ها هو السيروم ديالنا واجد، كنديروه كيف قلنا في قريعه بحال هكا وكنخلطوه لمده دقيقه. حنا كنخلطوه بهذا الشكل، ها انتم تشوفوا اللون ديالو غيبدا يتبدل. علاش؟ حيت كاينه لالويفيرا. لالويفيرا ملي كتكون جال بيض، ملي كتخلطيها مع شي مكون كتبدا تعطي اللون اللي كتخلطي معاه. ها هو السيروم ديالنا، انا خلطته، انا ديجا عندي مخلط، انا عاد وريتكم الطريقه، نتوما كتبقاو تخلطوه دقيقه واحده. ها هو كيف كتشوفوا، هذا هو السيروم اللي كنديرو على شعرنا. الا بغيتو تقدو ديروه قبل من لادوش، تقدو ديروه من ورا لادوش منين ينشف لكم شعركم. انا نوريكم كيفاش كيكون. ها هو عرفتي، رطب بزاف وزوين ومفيد للشعر ديالنا هو هذا. الا كنتو كتشوفوا معايا، شوفوا غير في يدي كيفاش جا، ما في الشعر الجاف غادي يجي معاه زوين وما غيبقاش جاف بزاف، غادي يولي بين وبين. الوغ هو هذا السيروم اللي قلت لكم عليه، انا وريتكم طريقه الاستعمال ديال كيفاش تصاوبوا السيروم في الدار. كنحتاجوا فيه 3 المعالق ديال زيت الزنجلان، 3 المعالق ديال زيت الكوكو، معلقه واحده ديال زيت الجليسيرين، و 3 المعالق ديال الماورد. شكرا لكم، وما تنساوش 2 معالق ديال لالويفيرا. شكرا لكم وشكرا على التتبع ديالكم، ونتمنى يكون عند حسن الظن ديالكم. واللي جربت الوصفه تخلي ليا الكومونتير سور لو فيسبوك. ميرسي لكم.